تأخير الضربة الإيرانية لعبة حرب نفسية تجعل الإسرائيليين في حالة ترقب، وتجعل أيضاً اللبنانيين والإيرانيين في حالة تأهب. مؤشرات على أن طهران تتباطأ، محجمة بفكرة التسبب في حرب أوسع، حيث يعتقد أن حزب الله وإيران قد أوقعا نفسيهما في وعودهما بالانتقام. إدراك توصل إليه، معترفين بأن الغموض في رسائلهم حول الرد المتوقع قد يكون أقوى سلاح في جعبتهم. دبلوماسيون مقربون من حزب الله لديهم فكرة تقريبية عن شكل الرد الإيراني، ألا وهو استعراض للقوة محسوب للتسبب في أضرار محدودة للغاية بشكل غير مألوف. اعترف نصر الله في خطابه الأخير بأن قتل شكر وهنية يجب اعتباره نجاحات حققتها إسرائيل. هذا الشعور بالفشل واضح في لبنان وطهران، حيث تزداد التوترات السياسية وتضرر الاقتصاد. في بيروت عادة ما يكون موسم الصيف نعمة للاقتصاد الذي يعاني من مشاكل. الألعاب النارية التي أضاءت السماء الليلية في الأيام التي سبقت الهجوم الإسرائيلي على جنوب بيروت استبدلت بأصوات الانفجارات الناتجة عن الطائرات الإسرائيلية التي تخترق حاجز الصوت فوق الرؤوس، مما يهز النوافذ ويبقي العائلات اللبنانية المرعوبة في منازلها. صحف عالمية بمقابلة مع أحد القادة السياسيين المنهكين في بيروت أجاب باستهجان: هل تعتقد أنني أجلس في غرفة حرب حزب الله؟ ليس لدي أدنى فكرة عما سيحدث بعد ذلك، ربما تعرف أنت أكثر مني. معلقون إسرائيليون صوبوا نحو إيران وجماعاتها المسلحة بالمنطقة بأنها حلقة النار حول إسرائيل، ولكنها لا تشكل منافساً قوياً لقدرة إسرائيل العسكرية، ولكنها تملك عمقاً استراتيجياً تثير القلق أثناء انتظارها لهجمات محتملة من حزب الله وإيران.